اتأخرت ليه؟ الفجر ده نومي قرب تصحى. وانا من اهل زكاة امك عشان نفضل ربع العدويه. بقول لك ايه، ما تفكك من امك وخلينا فيك انت. ما تيجي نظبط في السريع في العربيه، انا راكن قريب. عليا نعمه، انت ما عندك دم. احنا في ايه ولا في ايه يا بنت؟ وحشتيني بذمتك، ما وحشتكيش. ابعد عني يا مصطفى. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا ولا طايقاك ولا طايقه البلد كلها. هندي فين يا هالة؟ معرفش يا ماما، معرفش. طب راحت فين؟ قامت راحت فين؟ شوفيها بقى، شوفيها بقى. هند، يا هند، هند، هتكون راحت فين دي وش الفجر؟ يعني مش عارفه اتصرف ازاي. هو انا حملت لوحدي؟ قلت لك من الاول 100 مره خلي بالك وحرصي. عامل لك انا ايه دلوقتي؟ وانا كنت هفهم منين في الحاجات دي؟ ولا انت فاكرني واحده من الشارع؟ بقول لك ايه، ما تفوقك من جو الافلام العربي اللي عشالي في ده وعمالي فيها دور فاتن حمام. لا وحيه امك، انا ساحه الجد اعملك فيها نبيل عبيد وعملك في المراه والسطور، انت فاهم؟ يا بنت اهبطي، بقول لك بدور على دكتور يخلصنا من البلوه دي، بس الحوار هياخد لي يومين. والله العظيم انا غلطانه، انا طوعتك من الاول. ايوه اعملي فيها ندمانه دلوقتي، ما شفتش يعني الوش ده لما كنا سوا؟ مش فخر دلع وانبساط ولا نسيتي؟ ما تيجي بس وانا فكرت. بس يا مصطفى جتك القرف. انا لازم ارجع، هما يومين بالعدد يا مصطفى، وقسما بالله العلي العظيم لو ما اتصرفت في المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. سلام يا هند. اقعدي مش عارفه اتصرف. بالراحه كده احكي لي ايه اللي حصل. انت سمعت؟ سمعت. احكي ما تخافيش. يا ساتر يا رب. مين؟ افتح يا سليم بيه، انا حنان. اهلا يا ست حنان، خير؟ سليم بيه فين؟ مش عارف والله، اصل انا كنت لسه هنام. البنت هند مش لاقيها في البيت كله، ما اعرفش راحت فين. هتروح فين يعني؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ مش عوايدة تخرج في ميعاد زي ده، احنا بعد نص الليل، احنا في الارياف. طب ندور عليها. ندور عليها فين؟ ما عملتش كده قبل كده، اول مره تعمل كده. تعال ندور عليها، مش عوايز يعني سليم بيه يخرج في ميعاد زي ده. تعال. ومن ساعه ما عرف ان انا حامل وانا حاسه ان هو بيزوغ مني. طبعا لازم يزوغ. طب الورق العرفي دي فين؟ معاه. حركي السود. انتي ايه، مفيش دماغ؟ ما بتفكريش؟ ما انا خفت حد يشوفها، وبعدين انا امي بتقعد تفتش في حاجتي، بتقعد تنقب في البيت يمين وشمال. فلحه يا اختي، فلحه. سليم انا لازم اتصرف في المصيبه اللي انا فيها دي. النبي ما تخافيش، انا هتصرف، ما تخافيش. بس انا شايف يعني ان احنا لازم نقول لامك. نقول لها ايه؟ دي مصيبه، دي لو عرفت هتموتني. ايه يا بنت اللي انت مخبياه ومش عايزاني اعرف؟ لا يابا عايش انت، انا مهدود وعايز اروح انام. ايه نسوان وقعت عليهم منين دول يا ابن الحرام؟ يا ابن اللعيبه، لا ده انا كده الف واجيلك. مين ده يا ابني اللي مهدود؟ اديني جايلك وهتشوف بنفسك. سلام. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا ريتك تموت واخلص مني. هموت في ايدك يا ماما. يا ريتك تموت واخلص مني يا ماما. خلاص يا ستي، 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 يا
اسمع وحيد اللي مش كده بقى. اسمع بيه، اسمع بيه، خليها تفضفض وتطفي النار اللي جواها يا كلبة. قالوا تعبرت في العطفة مش عاوز عليهم. ها كنت نايم انا ولا بحسين؟ انا كنت فين لما تتجوزتي؟ انا كنت فين؟ قوليلي سمعت بقى كنت فين؟ خلاص بقى متكفيلي يا بابا والله. اخرسي اخرسي، ما اسمعش صوتك، اخرسي يا كلبة. ضيعت سنين عمري عليك، ضيعت شبابي كله عليكم. دي المكافأة؟ دي المكافأة؟ والله العظيم يا ريت نسمع خبر ابوك يطلع ميت واخد عزاه بدل ما يجي يحاسبني عليك. يا سليم فوق بس بقى وحيد اللي بقى. والله يا ماما كنا متجوزين. عرفي عرفي متجوزة؟ عرفي انت مصدقة نفسك انك متجوزة يا بنت؟ يا بنت انت قاصر يا بنت، انت ليه جوزك اتجوز نفسك شرعي؟ لما تجوزي نفسك عرفي انت قاصر يا بنت، يعني انت تتجوزي ومعاكي ولي امر؟ الورقه دي بلا وتشربي ميتها. خلاص بقى دخل عليكي وحبلك بورقه بليها وتشربي ميتها. خلاص يا ماما خلاص خلاص، خلصت روحك. خلاص يا حنان خلاص بقى. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق يلا. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق. سيبني عايزه افتح. خلاص بقى انا عايزه البندقيه موتها. اقعدي يا حنان اقعدي واهدي بقى. اقعدي يا شرف نتصرف مش كده؟ ده انا ما استخسرتش حاجه فيهم، انا كل حاجه عملتها لهم. انا كنت بستخسر في نفسي اللقمه الهدمه الضحكه عشان اربيهم. دي المكافاه؟ دي كنت انا فين؟ كنت انا فين لما هي كانت بتخرج من صاص الليالي وتقابله وتحبه وتتجوزه وتحبل منه؟ انا كنت فين؟ كنت نايمه على وداني؟ كنت فين؟ هنا محدش حاسس بالنار اللي قايده جوايا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسس بيك يا ست حنان. يا حنان كلنا حاسين بيك. ولو انتوا عندكم بنات، انا كمان عندي اخت وحيده وبخاف عليها. بس مش كده، في طريقه عشان نحل بيها الدنيا. يتحل ازاي يا سليم بيه؟ ده يا ريتها معاها ورقه الجواز العرف، حتى الورقه دي مش معاها. عايزه اموتها، عايزه اضربها بالنار. صلي على النبي بقى ابراهيم، اطلع حاجه تشربها كده عشان تقدر نعرف نتكلم. الغلط وقع يا سليم بيه. ستي كله هيتحل، كل مشكله وليها حل ان شاء الله. اهدي انت بس. طب فهمينا ايه اللي حصل بدل ما انت عماله تعيطي كده. طب خلاص خلاص اهدي. طيب هي امك اللي ضربتك كده يا هند؟ طب خلاص، طيب خلاص بقى اهدي، بطلي عياط خلاص بقى عشان ما تعيطش انا كمان. بس بقى الفكرة بقى مهند، مش عاجبني طريقتك دي. البنت غلطت بس ما غلطتش لوحدها، فمش هينفع تدفع الثمن لوحدها. زي ما الواد جراها للغلط، احنا كمان هنجره ونجيبه هنا ويكتب عليها. ازاي يا سليم بي؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اتجوزها وشرعي ومأذون قدام الناس كلها كمان. الواد اللي غلط معاها ده اسمه مصطفى بن انور الخولي، ابوه اغنى واحد في البلد، نص البلد دي ملكه. لو ابن رئيس الجمهورية، مش الواد غلط يجي يصلح غلطته؟ ومين اللي هيجبره؟ أبوه. مش أنت بتقولي أبوه كبير البلد؟ نروح ونتكلم معاه. والله أنت طيب أوي يا سليم بيه، وابن ناس أوي ومتربي أوي. أنور الخولي ده راجل ظالم ومفتري ومتكبر، هيرضى يجوز ابنه لبنت بيعت اللبن؟ هو بيقول عليا كده إن أنا بيعت لبن. خلاص لو الذوق مش نافع معاه نجيبه بالعافية ونخليه يكتب عليها. ازاي بس يا سليم بيه؟ هو احنا في ايدينا حاجه؟ يبقى في ايدينا حاجه ان شاء الله، بس لازم نهدى نهدى كده عشان نفكر هنعمل ايه. صلى على النبي، كله هيتحل ان شاء الله. اهدى. ايه يما، هتقتليني ولا ايه؟ يا ريتني كنت اقدر، يا ريتني كنت اعرف، ما كانش ده يبقى حالي. هونت عليكي، هونت عليكي يا هند، هونت عليكي تعملي فيا كده. والله العظيم يا ماما كان حرام عليكي. انا تعبت قوي،
تعبت قوي لغايه ما كبرتكم. حقك علي. انا استاهل الدم. النبي يا ماما تزعلي مني. انا هموت روحي واريحكم من قرفي خالص. بعد الشر عليك. احنا ولايه وغلابه وربنا عالم بحالي، محلوله من عنده، هو هيتصرف. تفتكر ايه ما نعرف نقضي بالعربيه دي حاجه؟ ايوه يا بيه موال، اذا كانت صاحبتها الست حنان بتقضي بيها احنا مش هنعرف نقضي. يا عم انا قصدي على الجاز، تفتكر فيها جاز يودينا ويرجعنا ولا لا؟ والله يا بيه انا ما بعرفش في العربيات ولا عمري ركبت عربيات، ما اعرفش بقى بيحطوا لها جاز ولا بنزين، يبقى شوفها انت. ربنا يسترها. طب بقول لك يا ابراهيم. ايه بيه؟ انت هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه مش كده؟ امال يا بيه، ده شرف وانا عندي ولايه وبنات. انا اي نعم ماليش في الضرب والحاجات دي، بس ساعة الجد احنا جدعان قوي يعني، ما يهمكش. ماشي ربنا يستر. طب يلا عشان نتكل على الله بالليل. ماشي يا بيه. خدت الفلوس؟ حرونا في جتتك. ندي ما ندمهاش يا ابو الحاج. احنا بقى لازم يا جماعه بقى نحتفل بالليله ديت. والمفروض ان انت اللي هتعزمنا على سهره حلوه، ولا نجيب كفته وكباب زي ما زناتي قال؟ لو انا لسه هدفع تاني كفايه اللي دفعته. جرايه يا ابو الحاج، وانت مش كبيرنا ولا ايه؟ عموما لو مش مسامح انا اعزمكم. لا انا ماشي. ماشي فين؟ انت لازم تقعد وتاكل من لحم زناتي. ليه كده بس؟ كفى الله الشر، ربنا ما يجيب اليوم اللي ناكل فيه من لحم بعض. انا مش فاضي للكلام ده، وبعدين انت مش قلت قبل كده مش مفروض ان حد يشوفنا مع بعض؟ عندك حق في دي. خلاص احنا هنجيب الكباب والكفته هنا، وزناتي برضه اللي هيحاسب. لا انا ماشي. راح فين يا حماد؟ ما تقعد يا اخي، كلها خمس دقايق ونمشي كلنا. لا اقعد يا حماد بيه، في موضوع هنتكلم فيه وليك فيه دور مهم. موضوع ايه تاني؟ واحنا مش خلصنا خلاص؟ لا لسه ما خلصناش. شوفوا يا جماعه، احنا من يوم ما ربنا حطينا في كفه واحده في المشكله ديت، واحنا بقينا ايد واحده، وده اللي خلانا بنخاف على بعض ونعدي من كل المشاكل اللي قابلتنا ونوصل للنقطه اللي احنا فيها. بس لسه مشكله صغيره قوي وحلها في ايدك يا حماد بيه. في ايدي انا مشكله؟ مشكلتي ايه؟ صلاح الطوخي مش ده الضابط بتاع التفتيش اللي في الداخليه؟ اه الراجل ده بصراحه ربنا رزل. الله ينور عليك. رزالته دي بقى هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، لان الراجل ده فيما يبدو ان عنده بعض الخيوط ماشي وراها، ولذلك راح اتكلم معاك في مكتبك، واتكلم مع المرحوم رفاعي، واخرها زار زناتي في المستشفى. انا مش عاوزكم تقلقوا، احنا محدش هيقدر يهوب ناحيتنا، بس بيقولوا برضو ان العار اللي ما بيصيبش يدوش، واحنا لازم نخلص من الموضوع ده خالص. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. جرايه يا سيادة النايب، ده انت عضو البرلمان، يعني صوت الشعب. بطل كون يا نشأت. عاوز ايه؟ قول كمل. عاوزين صلاح الطوخي يبعد عن القضية دي خالص. طب دي نعملها ازاي يعني؟ تنقله، تطلعه معاش، أي حاجة. والنبي، حد كان قال لك عليا إن أنا وزير الداخلية ولا إيه؟ لا، بس أنت بمقام 50 وزير، وما كنتش قادر تعملها، ميل على حد من زمايلك في المجلس وهو يخلصها لك. يا جماعة، صلاح الطوخي لو انتهى من القضية دي، نقدر نقول مبروك، ويبقى الموضوع ده خلص خالص. قلتوا إيه؟ يبقى لازم يبعد حماد. الو، ايه يا حوده؟ طمني، ايه الاخبار؟ الو يا حماد، انت فاكرني البلطجي اللي بتأجره على ظباط الداخليه كل مره واحد؟ لا عفوا يا باشا، معقوله برضو يكون وصلك القصد ده؟ لا طبعا، انا كل اللي انا اقصده ان سعادتك يعني بعشم تقف جنبي لحد ما المصيبه اللي انا فيها دي تنزاح. صلاح الطوخي ايه اللي عايزنا نخلصك منه؟ صلاح الطوخي ده عميد في التفتيش، ابوه ليه على المعاش؟ ما تفوق كده وتصحى يا حماد.
صراحة الراجل ده عامل لي مشاكل كتير قوي، وانا اوعد سعادتك ده هيبقى اخر طلب هطلبه منك. حل مشاكلك بعد عني يا حماد، انا عملت لك اللي فيه كفاية، والاخر مرة انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تطلط فيه لطة تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. وانسى موضوع سليم الانصاري ده خالص. تفتكر يا سيادة اللواء سليم هيحاكم عقله ويخرج نفسه ويخرجني من الموضوع المقرف اللي احنا فيه ده؟ الله هيفضل راكب دماغه ويعكنا اكتر ما احنا معكوكين. انت مالي ايدك من اللي انت بتعمله ده يا سليم بيه؟ يا راي ابراهيم ما تبقاش خواف، بعدين كل ده مش واثق فيه ولا ايه؟ اوجهه. طب راجع نفسك لا يطلع مش هو. لا هو الطريق ده مش بيودي غير لبيت ابوه. شفت لك هو. ايه يا حمار اللي بتعمله ده؟ حد يطلع كده، انت مش في صحراء؟ ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ قوم يا عم. قوم يا عم. قوم يا عم. قوم خد معانا قدام. خش يا اخلص يا ليت المخيم. خش يا جوه يا خش جوه. اخلص يا علا ليت بقك ده. نزل رجلك يا علا. اكتم خالص. اكتم يا علي. اكتم. ترمي يا ولد. الزبون اهو. روح هات المأذون والشهود. يلا. يلا. ولا انت ليك كلام تاني يا واد؟ وماله حماد؟ مفيش مشكلة. ايه يعني الراجل بتاعك طلع نادل وملص منك؟ نشوف لها حل تاني؟ مش هنغلب يعني؟ مش قصة ندالة يا حاج. الفكرة ان الموضوع عمال يوسع ويلغوص قوي مننا، وفي النهاية يعني هو ملوش علاقة بالموضوع ده، هو مش عاوز يعك نفسه. خلاص يا حماد، ما احنا قلنا مش هنغلب. وبعدين اسمه صلاح التوخي ده احنا نعرف نتصرف معاه كويس قوي. ولا انت ليك راي تاني؟ بصراحه بقى انا تعبت، انا مش عارف انفوق امتى من الكابوس اللي احنا فيه ده. هانت اخويا هانت، ما تقلقش. فاكر احمد اول مره عرفنا بعض كانت امتى؟ تلاقيك نسيت. دي حاجه برضو تتنسي يا حاج، دي عشره وايام وعيش وملح ما بيننا. يا شوف عدى قد ايه يا اخي، يجي 30 سنه كانوا امبارح. كنت انت لسه عيل صغير كده بتجري ورا المرشحين بتوع مجلس الشعب، وتعمل لهم شويه الانباك بتوعك دول، وتسخن لهم الصواوين اللي بيعملوها. ساعتها انا بقى كنت لسه ببتدي في تجاره العربيات مع ابويا. انا مش فاهم ايه لازمته الكلام ده دلوقتي. في يوم انا فاكره كويس قوي، كنت خارج من المعرض بالليل زي دلوقتي كده، وليت عيلين بيجروا وراك، بيجروا وراك عشان ظبطوك وانت مخنصر فلوس كان مديها لك المرشح بتاع مجلس الشعب عشان توزعها على الناس في الصور. فاكر؟ ولولا اني اتدخلت كانوا عدموك العافيه. ومن ساعتها بقى واحنا بقينا اصحاب، وانا واقف في ظهرك بصرف على انتخاباتك، وبخبي فلوسك الشمال في وسط فلوسي وبشغلها لك. ومش بس كده، حتى الواد ابنك شادي لما لقيته خايب ومش نافع في اي حاجه خليته شارك تامر ابني في الكافيه اللي انا فتحته له. ايه لازمه الكلام الكتير ده؟ انت ليه بتألف القديم؟ لا ده مش قديم يا حماد، لو حسبته كلام قديم تبقى غلطان. دي حدوته امبارح والنهارده وبكره. من ساعتها واحنا اتكتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده، نشيل مع بعض الحلوة والمرة،
لغاية ما نروح تربتنا. الكلام ده زي ما تقول كده قدر. قدر وكتب علينا. لا انت تقدر تسيبني ولا انا اقدر اسيبك. مش عشان احنا اصحاب وحبايب، لا، عشان كل واحد فينا ايده جوه مصارين التاني، ولو حد وقع بينا ولا لا سمح الله نجح في انه يضرب بينا وبين بعض اسفين، هيبقى حكم علينا بالفضيحه احنا الاتنين. احمد فاهمني، احنا الاتنين. مين وكيل العروسه؟ انا مولانا. هات البطاقه. اتفضل. هات بطاقتك يا عريس. يلا مصطفى ادي الشيخ بطاقتك. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي لك يا استاذ. وانت كمان قول ورايا يا استاذ ابراهيم اني استخرت الله زواج مبارك ان شاء الله. حل مشاكلك بعد عني يا حماد. انا عملت لك اللي في الكفايه، والاخر مره انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تتلطف فيه لطه تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. واحنا كتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده، نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. ادخل. ايه اللي بصحيك لحد دلوقتي؟ مش عندك مدرسه الصبح؟ ما انا كنت انام دلوقتي. طب خلاص ما حبكتش يعني دلوقتي. سيبوني مع اختكم شويه معلش. يا هلا. يلا. طبعا كان عندي كلمتين لازم تسمعيهم، بس ما كانش ينفع اسمعهم لك قبل ما نحل المشكله دي. تعرفي كويس انت غلطتي. غلطت في حق كل الناس. غلطت في حقك لما عملت كده ورخصت نفسك. غلطت في حق اخواتك البنات دول. وانت عارفه كويس انهم مستقبلهم كان ممكن يضيع بسبب حاجه زي دي. وامك. امك الغلبانه الشقيانه اللي ضيعت عمرها كلها عشانكوا عشان تربيكوا كويس. وفي الاخر رحت عملت فيها كده. قلت في حق الواد اللي جاي ده اللي لسه ما شافش الدنيا. ذنبه يطلع يشوف ابوه واحد زي ده. انت عارف انا ساعدتك ليه صح؟ ساعدتك عشان كلكم ما تدفعوش ثمن بوظان عيل زي ده. اهل ما عرفوش يربوه. كان هضيعكم كلكم. معلش. ربك سترها. مبروك. يخيبتك القوية وجاي تقول لي دلوقتي؟ انت كنت عايز نعمل ايه؟ ما انا اتخذت على اخوان. اخص على الرجاله اخص. هزقتني وهزقت نفسك وهزقت اسم العيله اللي الناس بتترعب لما بتيجي سيرتها. تفوق عليك وعلى الرجاله اللي زيك. ما كفايه بقى اللي حصل ده. لازم له رد عشان الناس كلها تعرف
من هو أنور الخولي، والليلة قبل النهار ما يطلع. بس انت طلعت وحش يا ابراهيم، مع اني انا ما يبانش عليك. والله يا بي انا نفسي مستغرب من اللي انا عملته ده. انا طول عمري راجل في حالي، لا ليا في اللبش ولا المشاكل. بس زي ما تقول كده يا سليم بيه، في مواقف في الدنيا تخلي الواحد يطلع منه حاجات ما كانش يعرفها عن نفسه. عندك حق، مع ان انا وانت شفنا بلاوي كتير مع بعض، بس عمري ما شفت منك الشغل ده. والله يا بي انا من ساعه ما رجلي عتبت البيت ده وانا حسيت ان ده بيتي، وان اللي فيه دول اهلي بالظبط. البت هندي دي في سن نور اختي، وحتى مدام حنان امهم طيبه وغلبانه وعلى نياتها زي مراتي. حتى البنتين الصغيرين رؤية وملك في نفس سن بناتها. بيني وبينك يا بيه، انا اول يعني ما سمعت الموضوع ده الدم فار في دماغي، كنت هتجنن. بس لما لقيتك بتتصرف باتزان كده وحكمه، قلت هو ده الصح، لازم امشي وراك واسمع كلامك. غريبه، انت عارف يا ابراهيم ان انا حسيت نفس الاحساس ده، يمكن عشان سن سلمى قريب من سن هند. طول الوقت كنت خايف من الكابوس ده يحصل لها وتقع زي دي، عشان كده دايما كنت بخاف عليها، بقرب منها وبخليها تحكي لي كل حاجه. بس بالحب عمره ما كان بالعافيه ابدا. ربنا يخليك يا بيه ويخليها لك. وحشتني البت دي يا ابراهيم. أنا مش بنام دلوقتي، أنت صاحي ليه؟ يا سلام. طب أديك اطمنت عليا، روح نام بقى، ولا عشان اتفصلت من الشغل هتبلطك بقى وتصحى الظهر. حسام أنا مش قصدي والله، أنا أوقات بيطلع مني كلام كده زي الدبش، بس صدقني بجد والله مش قصدي. أنا آسفة. وأنا يا بي ظروفي زي ظروفك بالظبط. أبويا الله يرحمه مات وساب لي ثلاث بنات، جوزت اتنين منهم وما فاضليش الا نوره، عايشه معايا انا والعيال. عايشه معاك؟ طب ومراتك مش عامله لك مشكله بسبب الموضوع ده؟ سميحه دي طيبه قوي يا بيه، وبنت حلال واصيله، دي بتحب نوره اكتر مني. ده هي بالنسبه لنوره امها واختها وكل حاجه ليها في الدنيا. ربنا كرمنا وجالها عريس، قلت كويس قوي، يلا بقى جوز الثالثه واخلص. هو صحيح ظروفه على قده، بس لقيته قد راجل وقد المسؤوليه، وتطمن انك تسيب اختك معاه. قلت خلاص يلا جهزها له وكله برزق. ربنا يقدرك ويخليك ليهم يا ابراهيم. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مش دي شقه استاذ ابراهيم السني؟ اه يا اخويا، هي في ايه؟ ماله ابراهيم؟ هي يا ترى اخت نوره موجوده؟ نوره؟ ايوه انا نوره. انا زميل اشرف في الجيش، لا مؤاخذه يعني اني جيت في ميعاد زي ده، بس اصله كان موصينا اديكوا الجواب ده. واشرف كويس؟ هو احنا كنا واقفين في الكمين، دخلت علينا عربيه مفخخه، وهو رمى نفسه عليها عشان يحاول يمنعها توصل لينا. أشرف تعيش أنت يا أستاذ. أشرف حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني أشرف. أشرف يا سلام عليه، ده حتة ولد في منتهى الرجولة والأخلاق. زي ما بيقولوا كده، الواد ده ما جابتوش ولادة. تصدق إنه لسه طالب في الجامعة؟ وانت اللي خليك توقف على واحد في الجامعه لسه؟ ما هو اصله مش صغير، ده الواد ده ليه قصه والله، ده غلبان ومكافح زينا. الواد ده اصلا مؤهلاته متوسطه، وبيشتغل عشان يصرف على اهله واخواته. وهو بيشتغل ذاكر وجاب مجموع كبير يدخله الجامعه عادي زي اي حد. فدخل الجامعه يا دوبك سنتين، والثالثه جدره في الجيش، فراح سايب الجامعه وراح على الجيش. قلت له ولا يهمك يا اشرف، خلص جيشك وهي سنة فاضلة لك في الجامعة، أكون أنا وضبت نفسي وجهزت حالي وأجوزكم وتتكلوا على الله. ده واد جدع. البلد لسه فيها شباب زي الفل أهي. الواد لازم تعرفنا عليه أول ما نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها. تفتكر يا بيه هنطلع من المصيبة دي؟ متهيأليش يا إبراهيم. الله يطمنك. هنطلع. كل قعد إن شاء الله. يلا نام. انت مش هتنام ولا ايه يا بيه؟ احنا قاعدين، عامل لك شاي طيب ولا حاجه؟ نام عشان بكره عايزك في حاجه مهمه.
حبيبتي نورة، معنى انك بتقري الجواب ده اني قابلت وجه كريم. صدقيني يا نورة، انا مش خايف من الموت ولا زعلان منه، انا بس حاسس في نفسي اني ملحقتش اتجوزك وهنيكي وعوضك على اللي شفتيه في دنيتك. حقك عليا يا غالية عشان خليتهم يبلغوك الخبر قبل اي حد حتى اهلي. بس اعمل ايه، ملقتش اقرب ليا منك احطه في خانه اقرب المقربين. عشان خاطر يا نور، عشان خاطر ربنا ما تزعليش، انا ان شاء الله ابقى في مكان احسن من الدنيا وقرفها. سلميلي على ابن سميحه والعيال وعم ابراهيم، ربنا يفك كربه يا رب. ما تقلقيش، انا هبقى في الجنه وهدعي له ربنا يرجعه لكم بالسلامه. ربنا حنين قوي يا نور، حنين، ومش هيرضى يحرمك مني ومنه نوبه واحده. خلي بالك من نفسك يا غالي، وبيفتكريني. سلام. شفت يا حمار، مش قلت لك ان ربنا بيسبب الاسباب؟ هو الوادي اللي كان خاطف قلب البيت ساب لها الدنيا كلها وخلع. ادي يا معلم، ولا كانت على البال ولا على الخاطر، جات لنا ايه؟ متقشره. متقشره. متقشره يا زلطه. بص بقى يا زلطه، الدنيا دي بتمشي للي عايزها يا قفل. نوره دي بقى من سكه كلمتين باردين ومعاكسه في الرايحه والجايه. لا دي بنت متربيه وفابريكا، بلاش في الشمال، مفتاحها عند المأذون يا قفل. مأذون مره واحده يا معلم، افهم يا حمار. اه، النسوان دي نوعين. اه، نوع شمال ونوع يمين. الشمال دي ليها بدل المفتاح 10. تمام. واليمين دي بقى مصجرة، مفتاحها عند مين؟ عند مين؟ عند المأذون. ايوه كنت لسه. طب بقول لك يا معلم بقى، والنبي عايزين نفرح بقى وندخل الفرحه القهوه، عايزين بقى نستغل مجيتك ونروح نطلب ايدين البيت ونفرح بقى كلنا. هنفرح وهنروح، بس احنا مستنيين اليومين دول بتوع العزا لما يعدي صاحب واجب يا معلم. وهنطلبها، بس مش ليك. امال لمين يا معلم؟ لمعلمك يا ولا هي تغلى عليا؟ لا يا معلم، بس انت عارف ان انا عيني من البت نور، وانا مزاجي منها من زمان وعايز اتجوزها، ولسه شباب وليا بدل الواحدة 10. ليه انت شايفها يا معلم؟ اللي انا شايفه يعني ايه؟ قاعد بقول لك قدامك طبق فاكهة حلو على الترابيزة ونفسك فيه ومعلمك نفسه فيه، تمد ايدك عليه؟ ولا انت شفت اللي حصل لأشرف الله يرحمه؟ اللي بياخد حاجة من المعلم بيحصل له ايه؟ ولا ايه؟ على وضعك يا معلم. أمن الباب. أمن الباب من إيه؟ وفي إيه يا بيه؟ بسرعة.